بدأت تقلب حماسة يا جماعة. نهار احوز يا جماعة الضبع ده يا جماعة حدد دماغه كلها جوه. انا بجد مش مصدق. صباح الفل يا جماعة. عاملين ايه؟ الساعة دلوقتي 5:45. المفروض كنا نتجمع انا ومحسن. محسن ما جاش لغاية دلوقتي. الساعة 5:30. نطلع بقى سفاري بقى وبتاع. مونيكا اهي دايما دفاية وكله تمام. صباح الفل. ده اسم الكامب اللي احنا قاعدين فيه. TALEK. تالي كامب. تالي كامب يعني مش عايز اقول لكم يعني لزق في البوابة على طول. يعني مفيش فرق بينك وبين البوابة. كنا نايمين امبارح نسمع بقى الهينز الهينز اللي هم الضباع ماشيين جنب الكامب هنا وبتاع وتسمع صوت الحيوانات وانت قاعد في البارك. يعني حاجة رهيبة. احنا صحيين بدري كده عشان الحيوانات اصلا بتطلع تصطاد الصبح. يعني وقت مميز جدا ان انت تلقط لقطتك وتشوف الحيوان وبيطلع مع شروق الشمس مع اول ضوء كده في النهار. الحمد لله جه. كنت خايف يعني يكون الاكل امبارح اثر عليه. الاكل دمرني صراحه. دمر الاوضه. توقعاتك ايه؟ توقعاتك ايه للماتش النهارده؟ لا لبس شوف حاجه فعلا مختلفه. نشوف حاجه اكشن. نشوف اكشن وصور. لو صورت اكشن سفريه دي بالذات لو سلو موشن هو بقى ده حلم يا معلم. اول حيوان من البيك فايف نشوفهم في مساي مارا اللي هم الاسود والليوبارد اللي هم الفهد افيال والجاموس البري والراينوس. انت ممكن تشوف كل ده وانت موجود في مساي مارا. There are a big group of cars there. Maybe they have something there. This one, Mama, we're ready to see zebras. They are going to see the zebras? Yeah, yeah. She's going to hunt? Yeah. مفروض ان هما دلوقتي هيروحوا يصطادوا. فاحنا هنحاول ان احنا نبقى بعدهم على طول. يعني نحاول ان احنا نتبعهم. بدأت تقلب حماسة يا جماعة. أسد هنا اهو والغزلان هنا. احنا غالبا مستنيين جريمة. جريمة لايون. نرى هانجري. هانجري ها؟ لا توداي نرى ميبي نرى هانجري. ولان الحياه البريه ملهاش توقعات الاسد خلي بينا ومرضاش يصطاد. فرح من كتر الاشتياق وبتاع دخلنا عليكم كاننا نعرف بعض ووريناكم يعني بعض بقالنا 20 سنه مع بعض. يعني ما اعرفش محسن يا جماعه. محسن واحد من احلى اليوتيوبر اللي ممكن تتابعهم في مصر كلها. يعني ما ببالغش قوي. والله ما ببالغ يا جدع. يعني شغل بروفيشنال ما يقلش عن الشغل بتاع بره في حاجه يعني. مش احنا الشغل بتاع بره. احنا الشغل بتاع بره يعني. ما تنسوش بقى تلاقوا اللينك بتاعه في الديسكربشن وهتلاقوا يعني القناه بتاعته في اخر الفيديو. ف ظبطوه يعني. لو في خمسه كده رايحين له يقولوا له احنا جايين من عند عبيد. مش عايز اقول لكم انا ما بسيبش فيديو غير لما اتابعه. واحد من الناس اللي يعني المفضلين عندي. ده ويليام الجايد بتاعنا النهارده. Oh, it's a photo. Yeah, it's a video. William is original Maasai. Like, show me what is the accessory you have. This is another knife. Yeah. This is another Dugo Maasai bush. Yeah. It's eating another nyamashoma. Oh. Yeah, it's a fresh nyamashoma. Like cows. Cows. Yeah. It's nice. I like your accessories, you know. Maasai jumping like this. Yeah, exactly. How you think?
like جماعه انا يعني انا خلاص انا غيرت انا بقيت مساي اوريجينال مساي يعني بعرف اغني زيهم وشفتوني قبل كده بنط زيهم يعني بص وما يغركوش ده الفطار بتاعنا اهو يا جماعه كل واحد عنده بوكس جميل من الكامب بتاعنا اللي احنا قاعدين فيه محسن مقلق ان الحيوان تطلع علينا يعني مقلق جامد بس بقول احنا كنا جنب الاسود اتحركنا شويه جينا في حته كده اصلا الاسود كانوا ماشيين في النهر ده اصلا نفس النهر ده قدام شويه يعني هو ما فيش هم لما اختفوا هنا يعني هو يعني ما فيش اي حاجه تمنع ان ممكن اي اسد يطلع حالا وليبرد الليبرد ممكن يبقى قاعد على الشجره اصلا ما تحسش بيه طب هتعمل ايه لو طلع لك اسد هو لو اسد انت ممكن تطلع على الشجره الاسد ما بيطلقش تطلع على الشجره انت ازاي ماشي يعني هي فكره حلوه انا شبك لك وانت تطلع ما كده والحريق دي لا ما خلاص ما احنا يا امه احنا اللي هنعمل فلوجز Would the lions when there's a lion here would it attack us? No. No. Why? This lion is looking another. Come here, come. Blanket like this. Yeah. Or another looking out. This is Masa. Ah. Mm. So this is protection, good. Yeah, this is Masa. شفت؟ يا بشتغل كمان بتصدق. هم دول التيروريز بتاعهم، فاهم ازاي؟ يعني هم مستمنهم على كده يا معلم. يعني انت لو لبست ده الاسم مش هيجيلك؟ اه خلاص. العربية وجاهزين للانطلاق المفروض النهاردة هيبقى اليوم كامل سفاري مش زي السفاري اللي عملناه المرة اللي فاتت في زامبيا اللي هي نص ونص يعني 4 ساعات الصبح و 4 ساعات بالليل لا النهاردة اليوم كله من 6 الصبح ل 6 بالليل سفاري يا رب بقى نشوف ايه جريمة النهاردة احنا معانا دومينيك وميهال مش عايزين يشوفوا جرائم بس انا ومحسن هنموت على جريمة يوجد كل عربيات السفاري يعني تحس ان ده تلفزيون وانت عم تتفرج على التلفزيون اه والله بس مستكاني ادخل ناقص شيشه بس انا عايز شيشه كده فاهم محسن ودومينيك عندهم الفيو الوحش احنا قاعدين ورا ما هي حظوظ بقى انت هتبص لنا كمان في كان واتش ذا زيبراز اون ذا اذر سايد اه عندي زيبراز نوتي استنى عشان نركب الصوره انت اللي خسرانه ده ملك الغابه خلي بقى الزرع اللي حواليك ده ينفع ولا يهمك يا كبير احنا كنا بندور على اكشن ما لقيناش الاكشن يعني لقينا حاجه فوق الاكشن الحته ديت مش عارف نقول عليها بلس 18 ديت ولا ايه ولا 17 دي ولا كام لا دي عادي ده عادي اه كامينج باك بصوا يا جماعه الراجل جه بس هو ما رضاش بس ايه هو مرضاش يستسلم خلينا مكملين هو الظاهر احنا نحط البتاع ده فلوج لوحده داخل عليها داخل بيبو بشير بيبو جون هيعملها ولا ايه؟ هيعملها ولا ايه؟ ما عملهاش يعني هو مش راضي يخصبها على حاجه عشان في الاخر تاكله هي اللي تاكله هي اللي هتصرف عليه يعني كله. هو لو بيشتغل تعرف يجيب لقمة عيشه ما كانش عمل كده ميت خد يا بنت
الموقعة التاريخية دي بيشاهدها كل الناس دول. والله ولا ماتش كورة حتى. أنا شايف إن هو جاع بقى ومفروض يروح يصطاد أي غزال. خليه يكمل الأكشن. أخ ده خلاص يعني راحت عليه كده، خلاص يعني ينام له شوية بقى كده يرتاح. واحنا بقى نروح على فين؟ على المارا ريفر. المكان اللي بيعدي من عليه الوالدر البقر عشان التماسيح تطلع تاكلهم. ايوه. انا اتسحلت افلام ناشونال جيوغرافيك ده. الكاميرا حتى هو نايم هنا يا جماعة. بيقولوا عليه ده سيد قشطة ميت اهو، وعليه جريمة، جريمة متكاملة. كل الطيور الجريحة دي وشوية الهينة دول عاملين على المسكين ده حفلة. مشكلة ان الهينة كمان مش عايزة يعني ما بتخليش اي حد يقرب من الجريمة. يا نهار احوس يا جماعة، الضبع ده يا جماعة حدد دماغه كلها جوه، ده نص جسمه، كلها نص جسمه جوه. هو صح؟ نعم درجة حرام. مستنيين دورهم في الجريمه. وحشونا الهيبوز. بقالنا فتره ما شفناش هيبوز يا جماعه، والواحد كان فقد الامل اصلا انه يشوفهم، وشفناهم تاني اهو في مارا ريفر. يعتبر واحد من احلام ناس كتير جدا ان هي تيجي تقف هنا في وقت من اوقات السنه، عشان بيحصل هنا اكبر هجرة في تاريخ الحيوانات كلها. لقينا الرؤوس من الحمير الوحشية والوايلد بيس بيعدوا من هنا كل سنة، يبقى منظرهم ملحمي يعني زي ما بقول. بيعدوا كل سنة في الفصول الجافة يعني، يقعدوا بيشوفوا المطر رايح فين ويجروا وراه. الحاجات اللي بيعدوا منها النهر ده، يبقى بقى هنا في تماسيح بيسترزقوا عليهم، ويبقى ايه منظر خرافي يعني. دومينيك طبعا الحيوان المفضل بتاعها الهيبو، فبتحب تقعد كده يعني. الغدا اتحط واصلا محسن بياكل، ودومينيك قاعد اتفرج على البتاع وانا واقف. ليتس جو ايت. قريبو سانا ويلكم. انا بجد مش مصدق، والله ما مصدق. انا قاعد ام هافينج دير نيكست تو هيبوز اند زيبرا اند ذا اذر سايد اند بيرد سينجينج. والله ما مصدق. يا جماعه الطيور ديت اليفه جدا، بصوا كده. يا نهار احويس على الطيور دي، ده كلاب دي ولا ايه؟ تعملها يا محسن، بدور على اسود ولا حاجه، ساعات تقرمنا ولا بتاع. انت كنت دلوقتي بتتفلحس عليا في الفيديو بتاعك وتقول لي انزل خليك. ايوه بس هناك كانت الدنيا فاضيه، هنا في حيوانات ففي اكل. الطبيعه في الجزء ده من البارك بتهيالي يعني خياليه، يعني افريقيا اللي انت بتتخيلها في دماغك واللي بتيجي في دماغك كده وبتشوفها في الفيديوهات، تهالي هي النص الاخير كده وانت داخل على النهر بتاع بتاع مارا ده. يعني كميه الحيوانات واشكالهم والجبال واللاندسكيب والكلام ده كله، تحس ان هو يعني بالظبط زي الافلام، زي الافلام اللي انت بتشوفها كده في التلفزيون. الواحد مبيبقاش مصدق نفسه ان هو في الحقيقه اصلا. احنا ما كناش محظوظين بقى عشان نشوف الميجريشن ديت، مايجريشن كناش محظوظين خالص ان احنا نشوفها، بس يعني مش لازم الواحد ياخد كل حاجه يا جماعه. مساء الخير. مساء الخير. الساعه 3:15 هنبقى لنا حوالي 3 ساعات ونخلص الموضوع ده. عارف اقول بس ولا اقول كمان؟ يعني الواحد تعبان وهمدان بس عايز يكمل. بطل فاتي يا عم. يلا بينا نكمل 3 ساعات الباقيين من السفاري. جماعة دلوقتي في نص البارك، يعني بصوا
بيعملوا يعني. احنا راكبين في عربيه سفاري وزمان الناس بتقول لنا دلوقتي يا جماعه انتوا ازاي راكبين في العربيه ومش خايفين من الحيوانات؟ الناس راكبه موتوسيكلات وماشيه في البحر. اليوم بيفنش يا جماعه خلاص. دول كده اخر عيله اسوده. كان محسن هيموت ونشوفه. فاكرهم جعانين. بس شفنا كتير النهارده بقى. يعني احنا شفنا كل حاجه. احنا شفنا النهارده 4 من البيك 5 يا معلم. شفنا ليوبر ما عرفناش نصوره طبعا عشان كان بعيد شويه. كان جايب غزاله ومعلقها فوق الشجره وقعد بياكل فيها. شفنا بافلو، شفنا اسد سودا، وشفنا ايه تاني؟ وفيل. سو بقى لنا حاجه واحده بس ما شفناش من البيك 5. واحد الكارت. واحد الكارت. بس يعني واحد هلكان. بس احلى حاجه بقى لما ترجع الكامب انت تلاقي كامب كده يعني اهتم بيك حقيقة، يعني من غير اي حاجه. يعني الناس هنا بتهتم اهتمام غير طبيعي. الله. كنت بقول من شويه ان الاكل هنا تحس ان هو عامل شبه اكل امي كده، مش عارف ليه. يعني ريحته مش زي اكل مطاعم وبتاع وكده، بتحس انه ريحه اكل بيتي.